خاصة والمستشارين. هذه الفروقات مال المليارات اللي راح تطلع نقدر نعمر بيها البلد ونقدر ما يبقى عندنا فقير بالعراق. وياي طبعا هذا الكلام يشمل مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي بالمناسبة، مو فقط هذولة. مجالس المحافظات الراتب بالنص، مجالس الأقضية والنواحي أيضا نفس الشيء، وإلغاء الحمايات الخاصة والامتيازات. هذه العملية إذا طبقت وياي راح الثروات الطائلة والأموال المهولة اللي تطلع فروقات من آلاف المليارات بالعراق، يعني بس رئاسة الجمهورية بالألفين مليار، نسمع احنا نسمع 2000 مليار عراقي إذا تصرف بالسنة، يعني مبالغ مهولة. هاي الأموال كلها تخصص لإعمار المناطق، إعادة النازحين، إعمار البنى التحتية، استثمار، فتح البلاد. هذه العملية راح تنجح للانتخابات. أما هسه بعد 4 أشهر أو 3 أشهر أو شهرين للانتخابات والأمور على ما هي عليه، يا مرجعيتنا الشريفة أنت خالية المسؤولية من الموضوع. مو أحد يقول المرجعية مسؤولة، المرجعية ما مسؤولة، المرجعية بلغت المجرب لا يجرب وعدنا انتخابهم، سوت عليها المرجعية. بس هاي مهمتنا احنا الشعب العراقي، كنا نتعاهد ماكو خروج، ماكو خروج للانتخابات اذا ما يصير تغيير بالقائمة الانتخابية وبنسبة التمثيل بالانتخابات واعطاء الشعب العراقي حقوقه. وإلا احنا ليش بدنا نطلع للانتخابات؟ شنو بدنا؟ نفس الوجوه راح تكرر ونفس الاحزاب نفس الامور وكأن شيء لم يكن. لعش شنو احنا شكو طالعين؟ شنو احنا خروجنا للانتخابات غير حل؟ ما راح يصير حل، انا اقول لكم ما يصير حل. فهذا الجواب، هذا الجواب القطعي. وبعد وايضا عملية النازحين صارت عملية حقيقة حقيقة مخزية مخزية. كل من يروح مسؤول للنازحين يبتزهم، يقولهم انا ارجعكم وانا اعيدكم للمنطقة الفلانية، من سمي المناطق هواي تعرفوها انتم، انا ارجعكم لمناطقكم وانا اعمرها وانا اعوضكم بس انتخبوني. ويومية تلقى مسؤول ما له شغلة بالناس، احنا نوصي اخواننا النازحين نقولهم لا تبيعون اصواتكم حرام، ما يجوز، هذه ذمة. اثنين، انتو تهجرتوا بلادكم تخربت، تجيب سارق حرام ترجع على المنصب وانت راح تتحمل مسؤوليته، منطقتك ما راح تتعمر وتظل انت مهجر، فانتبهوا. هاي مسألة